بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لو أنني سألت أحدكم لماذا تصلي؟ الجواب السريع البديهي الصحيح: لأنها فرض. الصلاة فرض. فإذا أقنعتك أو فإذا أقنعتك أن هناك مئات الأشياء ترقى إلى مستوى الفرض بالدليل، لأنه لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. إلغي الدليل انتهى الدين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. دينك دينك، إنه لحمك ودمك. خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. فإذا أقنعتك بالدليل القطعي أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، على كل مسلم، ولكن الدعوة كفرض عين على كل مسلم في حدود ما يعلم ومع من يعرف بالضبط، في حدود ما يعلم، يعني جنابك حضرت خطبة بمسجد والخطيب شرح آية شرح رائع جداً، تأثرت بهذا الشرح كثيراً. إذا كان جلست مع زوجتك ونقلت لها شرح الآية، قاعد مع شريكك بالمحل نقلت له شرح الآية، قاعد مع أولادك مع أصهارك بسهرة بجلسة بنزهة بوليمة نقلت للحاضرين شرح هذه الآية الذي تأثرت بها يوم الجمعة، أنت بهالطريقة داعية إلى الله، بس هي دعوة فرض عين على كل مسلم في حدود ما يعلم ومع من يعرف. في دليل آخر، الدليل الآخر حينما قال الله عز وجل والعصر، أقسم الله بمطلق الزمن. لمن أقسم؟ لهذا الإنسان الذي هو في حقيقته زمن. أنا ما قرأت تعريف للإنسان جامع مانع كهذا التعريف. الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. يعني كل واحد منا له عند الله عمر. أنا سأقترح لو واحد عمره 86 سنة وأربعة أشهر وثلاث أسابيع وأربعة أيام وثمان ساعات وأربع دقائق وخمس ثواني، ونظر إلى ساعته، لما يتحرك عقرب الثواني حركة نقص عمره ثانية، ما دام النهاية ثابتة، النهاية ثابتة، راكب قطار والمحطة الأخيرة معروفة، فكل دقيقة تمضي والقطار يتحرك تقترب من النهاية. فأنا التعريف الرائع للإمام الحسن البصري: الإنسان بضعة أيام، بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. فأنت زمن، أو رأس مالك هو الزمن، أو أثمن شيء تملكه هو الزمن. فهذا الزمن أخواننا الكرام، هون الشاهد، إما أن ينفق استهلاكاً أو أن ينفق استثماراً.
الإنفاق الاستهلاكي شائع بين الناس، نأكل ونشرب ونسهر ونسمر ونضحك ونلعب ونسافر ونتنزه، منقيم ولائم، منقيم حفلات، ثم ننام، نستيقظ، نعمل، نأكل، نشرب، نسهر، نسمر، فجأة في عرض صحي استثنائي يقول لك إيدي عم تجعني اليسار، على الطبيب والله بداية احتشاء قلب، وفي أمراض مميتة، ولما الإنسان يسمع بالمرض المميت ترتعد فصائله، كل إنسان لا سدو، بس في واحد يبدو عليه ذلك، واحد لا يبدو عليه ذلك، فأنا ما دام بضعة أيام وكلما انقضى يوم انقضى بضعة مني، فالبطولة أن أعد لهذه النهاية التي لا بد منها. عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. لذلك مرة ثانية، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لو واحد حضر درس من إنسان غير ليس أهلاً لهذا الدرس، أم قال له شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والله شيء مريح، شيء مريح، عمل كبيرة، عمل لك كم كبيرة حتى تنالك شفاعة رسول الله. في أيام توجيه خاطئ، وخاطئ خطأ كبير جداً، لهذا الحديث معنى آخر، في حديث أخطر، لو لم تذنبوا قال لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذا الحديث يحتاج إلى شرح، يعني الإنسان حينما يرتكب كبيرة يقول لك شو عملنا؟ لو لم تشعروا بذنوبكم أنتم عند الله انتهيتم. معنى تذنبوا يعني إذا أذنبت ما بتنام الليل، إذا ارتكبت خطأ تتألم ألم شديد، علامة المغفرة أنك يكبر عندك هذا الذنب، كلما كبر الذنب عندك صغر عند الله، وكلما صغر عندك كبر عند الله. شو عملنا؟ قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كلمة طبعا، والله مرة قريت كلمة، هي لو كان قرأ شاب قال أنت ضعيف لأنك أخلاقي، وأنت أخلاقي لأنك ضعيف. هذا منطق القوة، يعني في مقولة بالغرب مايك ميت رايت، يعني أنت إذا كنت قوي فأنت على حق، هذا المفهوم بتركله بقدمك، الحق أن تكون مع الكتاب والسنة، ويجب أن تكون قوياً، يجب، لكن مو إذا أنت قوي صرت على حق. العالم الغربي كله هذا منهجه، ما دام معه أسلحة نووية على حق، بيرتكب مجازر، بيقتل بأفغانستان 5000 بقلعة، بيفعل الذي لا يصدق، هو على حق لأنه قوي. القوة لا تصنع الحق، ولكن الحق يصنع القوة، هي مفاهيم خطيرة جداً. فيا أيها الإخوة، القضية أنه إذا أقنعتك أن الدعوة إلى الله فرض عين، الدليل والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الأربع أشياء سماها الإمام الشافعي أركان النجاة، وإحداها وتواصوا بالحق. فالدعوة إلى الله في حدود ما تعلم، يعني سمعت درس فقط، سمعت خطبة، فتحت المصحف قريت آية أثرت فيها، في حدود ما تعلم، ومع من تعرف، مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع زملائك، مع أقربائك، أحياناً في البيت، أيام بالمحل التجاري، أيام بنزهة، في حدود ما تعلم ومع من تعرف، الدعوة إلى الله فرض عين. لذلك لو كل واحد منا طبق الحديث والمقولة
تتسع دوائر الحق وتضيق دوائر الباطل. أما إذا الواحد سكت ما حكى إطلاقاً، الباطل معه إذاعات ومعه فضائيات ومعه إعلام مخيف، الباطل يتسع. والحقيقة الآن يعني العوائق والصوارف لا تعد ولا تحصى أمام سالك الطريق. في صوارف، يعني كنا نحن بالخمسينات ما في شيء، ما في شيء إطلاقاً يعني. أما الآن كبسة زر تطلع أشياء ما ممكن تتصورها بحياتك. الآن كل شيء مفتوح، الآن ما في حل إلا التحصين الداخلي، كل شيء مفتوح. يعني الذي لا يمكن أن تراه إلا بعد 20 سنة تراه الآن بكبسة زر مثلاً. فيا أخوان القضية خطيرة الآن، نحن في عصر خطير. فلذلك كلمة قرأتها لأحد العلماء قال: الدعوة الصامتة بالسلوك. أنت إذا كنت أمين أنت داعية، أمانتك دعوة. إذا كنت صادق داعية، الصدق دعوة. إذا كنت عفيف داعية، والعفة دعوة. مشان طمنك، مو كل إنسان ينطلق لسانه في الكلام يعد داعية. بيجي واحد صادق، يعني أحياناً واحد سائح يوناني حب يقيم بتركيا يعني شيء أسبوعين، وصل لمدينة رائعة جداً اسمها يلوى، ما خلى مكان، ما في بالفنادق كلها محجوزة، الفنادق درجة أولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، والبنسيونات والموتيل والغرف كله ما في مجال. بعدين طرق باب الساعة 12 لا على التعي، فتح له شخص قال له: في مجال نام عندك؟ قال له: تكرم، أنا عندي بيتين. تفضل. فرجع البيت، غرفتين نوم، غرفة ضيوف، طعام، قال له: الثلاجة كل شيء فيها لك، اتعشى وكسر الصفرة. هذا يعني استغرب المودة البالغة، ما بيعرفه. استيقظ صباحا وجد صاحب البيت نايم برات البيت تحت الشجرة، هو وعياله حاطين فرشة نايمين. كان سبب إسلامه هذا الدين. والله يا أخوان أنا بذكر إنه واحد مدرس بمنطقة اسمها القصيم، في مستخدم فراش عبى كاسة الشاي والجرس قرع، والمدير شديد جدا، لما يقرع الجرس يجب أن يتوجه جميع المدرسين إلى الصفوف. هذا عبى كاسة الشاي وما تمكن يشربها، في فراش يعني خادم قال له: خذ اشرب، وفات صفه. بعد يومين سألوا هذا الخادم فراش: لما قدمت لي هذا الكأس؟ شو بده يقول له؟ لأنه انتهى الدوام، انتهت الفرصة، وأنا ما فيني أتأخر. قال له: حبيت كرمك فيها. قال له: أنا صلي هون سنتين ما في واحد سلم علي، سنتين صلي، أنت قدمت لي كأس شاي، أنا أحمل ليسانس ببلد آسيوي ما لقى شغل، لقى شغل فراش بالمملكة. قال له: أنت تحمل؟ طبعاً. طيب، قام دعا لبيته، حبيبته حلو، فتح له موسوعة باللغة الإنجليزية، قال له: أنا بنتي بصف 11، هالفقرة مو فهمانتها، فهمني إياها. قرأ بطلاقة وشرح شرح دقيق جداً، فعمل له لقاء أسبوعي، جاب أصدقائه من الفلبين، هو الفلبينيين، خلال أسبوعين ثلاثة حوالي 25 واحد أسلموا على يده. لك كأس الشاي، إنسان لا يزهد بعمل، كأس شاي قدمه لفراش، كان سبب إسلام 25 واحد. فالباب مفتوح. والله بيقول لي أخ راكب سيارته المرسيدس بلبنان، رأى شاب جنزير دراجة مقطوع، هو بيعرف يصلحه، وقف صلح له يا أخي، أخذ عنوانه وأخذ تليفونه، صار من إخوانه، التزم بالدين. لا تزهد بعمل صالح، إنك كأس شاي
أسلم بسببه 25 شخص فلبيني. فأخواننا الكرام، الدنيا عمل صالح. لا تقول أنا أكلت وشربت ونمت. أنت جئت إلى الدنيا من أجل العمل الصالح، والدليل ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، يعني علة وجودك في الدنيا العمل الصالح. والله أنا يا أخوان يعني لي كلمة أقولها آلاف المرات، هناك دعوة صامتة وأنت ولا كلمة، بس أمين صادق عفيف، أمانتك وصدقك وعفتك دعوة إلى الله. تفاجأت اليوم صباحاً أن سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول: كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون، كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون. قالوا: كيف؟ قال: بأخلاقكم. فالخلق دعوة صامتة، لا تزهد بشيء. أنت أخلاقي، أنت داعية، وأنت صامت. لذلك الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم في حدود ما يعلم ومع من يعرف. في شاهد آخر نبوي بأيده: بلغوا عني ولو آية. سمعت تفسير آية، سمعت شرح حديث، قرأت قصة اهتزيت لها. يعني مرة في عندنا بالشام حي تراثي، يعني حي مشهور قديم جدا، سوق ساروجة، وفي جامع الورد، وكان المفتي العام السابق العابدين كان خطيب هذا المسجد. فيبدو أن خطيب هذا المسجد غير أبو يسر العابدين، رأى في المنام رسول الله، قال له: قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. شو المنام هذا؟ ورؤيا النبي حق. قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. إجاره بقال وغير متعلم، هو يشغل بالشريعة وتفسير قرآن وشرح أحاديث وفقه مقارن وأصول فقه وسيرة نبوية صحيح البخاري شارحه. هو الحقيقة استغرب أنه أنا الخطيب والإمام والمتعلم والداعية، وهي البشارة لجاره البقال غير المتعلم، قال له: قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. فهذا ثاني يوم طرق بابه، قال له: لك عندي بشارة من رسول الله، ولكنني والله لن أقولها لك إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك. مبلغ بعد إلحاح منقطع النظير تكلم، قال له: تزوجت امرأة وفي الشهر الخامس من زواجي كان حملها في الشهر التاسع. واضح. قال له: بإمكاني أن أطلقها أو أن أفضحها، والشرع معي وأهلها معي، بنت زانية، والدنيا معي والقانون معي، لكن أردت أن أحملها على التوبة. جاء لها بولاده، ولدت الفجر، حمل هذا المولود تحت عباءته، وقف أمام باب المسجد وانتظر حتى نوى الإمام الفرض، قال: الله أكبر، ما في حدا. دخل وضع وراء الباب المولود والتحق بالمصلين. فلما انتهت الصلاة بكى هذا المولود، تحلق المصلون حوله جميعا. هو تأخر لحتى ضمن أن معظم المصلين تحلقوا حول هذا المولود. ثم اقترب منه، قال: خير؟ شوفي. قال: تعال شوف. لقيط؟ شو هالحكي؟ لقيط؟ قال: لقيط. طلع فيه، قال: أنا بكفل، أعطوني. أخذه أمام أهل الحي على أنه لقيط، ورده إلى أمه وحملها على التوبة. أنا قرأت الآية الكريمة تأثرت بها:
إن الله يأمر بالعدل والإحسان. كمان الله أمرك بالإحسان، تطليق عدل، تطليق عدل، بس في إحسان كمان، بالإحسان حملها على التوبة. فكر دائماً بالإحسان، ممكن بالإحسان أن تقلب الإنسان المنحرف إلى إنسان تقي. بعرف شركة فيها موظف يعني يبدو وضع مال بجيبه، يقبض من الزبائن يضع بجيبه، انكشف آخر السنة على الميزانية، طالبوا كشف حسابات التجار، قالوا رح يدافع لك 10,000، ما وصلتني هيك، وين الوصل؟ ما في وصل، القصة طويلة. فهذا الشركة فيها شريكين، أحدهما قرر يوصله للنيابة العامة سالما، الثاني قرر يعامله معاملة أخرى من نوع ثاني، فالنتيجة اختلفوا، قام دفع له الثاني المبلغ، انتهت العملية، اتركوا لي. هذا الإنسان لما دفع له هذا المبلغ ولم يفضح، مال للدين، بدأ يقرأ القرآن، ثم حفظ كتاب الله. وأنا كنت بأمريكا من حوالي 6 أشهر، كان إمام أحد المساجد الكبرى في ديترويت هذا الشخص، أنه أنت ممكن تعفي عنه إذا غلب على ظنك أن عفوك عنه يصلحه، فمن عفى وأصلح. إذا غلب على ظنك أن عفوك عنه يصلحه ينبغي أن تعفو. قلت هذا إنسان كان بالسجن، كان مصيره السجن لسنوات طويلة، ثم هو إمام بجامع بديترويت، أنا صليت وراءه، سبحان الله، أيام العفو له آثار كبيرة جدا. فإذا غلب على ظنك أن عفوك عنه يصلحه ينبغي أن تعفو عنه. فلذلك هذا الدين منهج كامل، والدعوة الصامتة، والله عندي أخ أمي اشترى 20 CD بدأ يوزعه على أقربائه، يقول له هذا معك جمعة، يسمعوا الدروس بعد جمعة يأخذه يعطيه واحد ثاني، واحد لا يقرأ ولا يكتب جبري على الجامعة شيء 30 شخص. والتزموا والله، يعني الدعوة إلى الله إلى أساليب لا تعد ولا تحصى، بل الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. أريد أقول أنه علة وجودك في الدنيا العمل الصالح، العمل الصالح ليس وردة تزين بها صدرك، العمل الصالح هواء تستنشقه، إن لم تستنشقه الحياة مهددة بالخطر. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.